رجعنا مع حضراتكم مرة تانية وكابتن أسامة. كنا بنتكلم قبل الفاصل على يمكن كابتن عادل قال إن الدوري المصري أفرز عدد لا بأس به من اللاعيبة في وسط الملعب، اللاعيبة الديفندر، وكان التعليق إن ما زال هناك بعض المشاكل في توافر عدد يعني مناسب ظهير اليمين والظهير الأيسر في مصر، وكانت مراكز أكتر من كده. أنا في تصوري أكبر مشكلة هنا دلوقتي إحنا في مصر بنعاني منها تملي المقارنة بالجيل بتاع 2006 و8 و10 وجيل 90. خلي بالك كل مدرب مهما كنت انت كفء بيبقى ليك عنصر توفيق. اكيد مفيش شك ان كابتن حسن شحاته مدرب كبير جدا 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 جدا، ولا احد ينكر هذا، وعمل انجاز لا يمكن يتكرر. ولكن الجيل اللي كان موجود من 2006 ل 2010 كده جيل من الاجيال اللي ما بتتكررش في العالم كله، في دول كتيره، وانت عشت في المانيا وعارف في دول بيجي لها فترات معينه في جيل معين بيبقى مميز في حاجات كتيره، مراكز كلها موجوده. أيه. عصام الحضري احسن جون جه في تاريخ مصر، مش عارف احمد فتحي من احسن باكات جت في تاريخ مصر، وائل جمعه، سيد معوض، والله يرحمه عبد الوهاب، وتعالى بقى الحسني، واحمد حسن، وشوقي، وحسام غالي، وشوقي، لدرجه ان في ناس كانت كويسه مش عارفه تروح. كان في يعني كان في اربعه روس حربه، اربعه روس مثلا، عمرو الزاكي، كل واحد فيهم، وعماد متعب، كل واحد فيهم كتاب، وعماد متعب وميدو، كل واحد وزيدان، وزيدان كل واحد فيهم كتاب، صحيح، ابو تريكه وزيدان، بركات، ده بركات احيانا، وزيدان وابو تريكه كانوا بيبقوا على الخط، قاعدين احتياطي فعلا، عمرو الزاكي وميدو، وكانوا ساعات بيبقوا قاعدين على الخط، صح. فالمقارنه تملي سريعه بالجيل ده. خلي بالك الجيل ده بعد ما انتهى بعد 2010 12 كده، كل الناس اللي جت ورا كابتن حسن مش بقول ان هي اتظلمت في المقارنه، لانك انت دخلت على مرحله تغيير حاجات كتيره جدا. الحضري مش عارف بطل او يعني ماشي، عماد متعب خلاص، عمرو زكي بعد، مش عارف حسام بطل، وميدو وزيدان ابتدى يا دوب الجيل اللي هو بتاع حجازي والنني وصلاح، كانوا صغيرين، كانوا ابتدوا يخشوا معاهم، كانوا لسه زي دلوقتي مصطفى محمد وابو الفتوح والجيل، اذا كان مثلا اكرم توفيق بعد كده، ولا فلان ولا فلان، كانوا دولت لسه هم اللي بيتكونوا. فانت في ناس مدربين عانوا 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 عانوا، والناس مخيلتها انك انت لازم ادائك على طول يبقى زي 2000 او سنه 90 مثلا، الجيل بتاع سنه 90. فدي خدت فتره مع مدربين كتير. المنتخب لما كنت تشوفه من 3 سنين أربع أو خمس مراكز بس اللي تقدر تقول عليه ده لعيب دولي أنا حاطه وأنا مطمئن. يا دوب ابتدينا محمد الشناوي بقى 3 سنين هو الحارس الأول، كان قبل كده مفيش، ما تحسش إن في المركز ده بعد عصام الحضري مهزوز. كان طارق حامد، مظبوط، كان محمد صلاح، كان تريزيجيه، حجازي، ما أنا بقول لك حجازي. تعالى بقى معظم المراكز الثانية أنت مش عارف مين الباك ليفت، انت مش عارف مين الباك رايت، انت مش عارف مين اللي عملها، انت مش الاجيال، هو بيتكلم على الاجيال اللي تواصل الاجيال، الجيل ما كانش مليان، يا اما صغيرين ماشي، وانا بقول لك المدربين يا حبيبي اللي تعاقبوا على منتخب مصر عادل ما كانوش بالكفاءه عادل بتاعه المدربين. طيب اكمل، طب اكمل كلامي وانت تعلق. انا مش بقول انه ده السبب الوحيد، انا مش بقول ان ده السبب الوحيد، انا بقول من الاسباب اللي لازم تتراعى. ابتدى بقى الجيل دلوقتي ابتدت تتكون بقى عناصر، يعني في ناس عانوا شويه ابتدت تحصل عناصر، زي ما انا بقول لك كده في الديفندر بقى في 4 5 ممكن تقدر. حلو. الجون بقى في الشناوي وابو جبل ومش عارف بسام والمهدي، يعني 5 6 وكتير. تعالى للاجنحه بقى في صلاح وتريزيجيه ورمضان وكهربا وزيزو ومش عارف، ابتدت حتى على مستوى السردباكات عندنا، السردباكات الونش ومحمود علاء وحجازي ابتدى، كان علي جبر فتره، يعني صح، يعني ابتدت العمليه تتملي. انت بقى في مركزين ثلاثه لسه فيهم خبرات مش كبيره لسه عايزه وقت. لكن انا مش بقول انه انا كل ده بقول حاجات بعيد خالص عن ان ادائنا امبارح ما كانش كويس طبعا، او الفترات مثلا معينه، لكن انا بقول ان في ناس المقارنات، انت بتقول المقارنات، يعني الناس تقول لك يا عم ده فين ايام مثلا مانويل جوزيه او
فين ايام ابو تريكا 2006 مع الكابتن حسن. دي دي بتبقى دي فعلا. طب هقول لك دي وكمل عليك بس كلمتين صغيرين قوي. صغيرين ماشي.